أنت الأستاذ حمراوي كمهتم بالشأن المحلي، شنو هي الوضعية الحالية للقطاع النقل الحضري عبر الحافلات والمشاكل اللي كيعاني منها إقليم بن سليمان في هذا القطاع؟ نعم، فبالنسبة للنقل ديال الطوبيسات الحافلات سواء داخل الإقليم ولا في الارتباط ديالو بمدينة المحمدية، هناك أزمة بطبيعة الحال خانقة بسبب تدهور الأسطول ديال الحافلات، بسبب ما كاينش مراقبه، ما كاينش تتبع ديال هاد الشركه هذه، وبالتالي كاين ديما معطل الفراميل. شحال مره كتكون خاسره لهم، كيوقفوا في الطريق، بعض المرات كيتحركوا حتى الحافلات بفراميل معطله وكيتحركوا بها. كاينه مشاكل اخرى كتخص ما كاينش العدد الكافي ديال الحافلات، ما بين الحافله والحافله في كل خط ما محترمنش دفتر التحملات، مشاكل كثيره اللي كتخلي على ان الساكنه وخصوصا الطلبه والتلامذ كيعانيوا كثير، وخصوصا في الاتجاه ديال مدينه المحمديه، بالاضافه لهذاك المشكل اللي عندنا ديال ان مدينه المحمديه كانت رفضات الحافلات يدخلوا القلب ديالها في الجوطيه، وبداو كيوقفوا غير حدا الكليه ديال الحقوق، وهنا فين زادت تفاقمت لان حتى الشركه ملي ما بقاش هذا الخط كيتمدد حتى القلب ديال المحمديه، بدلوا الطوبيسات، داروا طوبيسات صغار، بدلوا يعني، ولات هناك مشاكل كثيره، علما انه في دفتر التحملات فجميع الخطوط اللي كتمشي من المنصوريه وبن سليمان وبوزنيقه ماشي من المفروض انها تدخل المحمديه، ولكنها كتوقف عند القنطره ديال بوبلوندا، هي القنطره ديال واد مفيفيخ. هادشي اللي كاين، يعني ذاك التمديد اللي كان هو كان تمديد غير متفق عليه ما بين العمالتين. المشكل الان تزاد اكثر، كانت سنه الاتفاقيه ديال العقد اللي كان العقد سلف شتنبر 2022، الساكنه كانت كتامل دخول خدمات شركه الزا، الا ان الساكنه تفاجات بتمديد العقد لمده سنه. لماذا؟ نعم، فالكل كان كينتظر على ان الجهات المعنيه سواء الجماعات المعنيه اللي هما 8 الان او السلطات الاقليميه على انها تبادر الى تسريع الملف ديال الانضمام ديال المؤسسه البيضاء، وكان هذا مطلب ديال الساكنه، باعتبار على اننا كنا كاين في جهه واحده، وبالتالي غنستافدوا من نفس الشركه وما يبقاش ذاك المشكل اللي ما بيننا وما بين المحمديه، وخصوصا الطاكسيات ديال المحمديه والطوبيسات المحمديه ما كيبغوش الحافلات ديال الاقليم يدخلوا تما، لان كيقول لك ياخذوا لنا الركاب. فكان هذا المشكل غيتحل كون تم الاصرار عليه، لكن وصلتني العقده ديال المجلس الاقليمي مع الشركه ديال النقل الممتاز، وصلت النهايه ديالها في 21 شتنبر 2022، ولكن ما كنا باقي ما وصلنا لحتى شي حاجه، علما على انه هذه بين قوسين خاص الكل شي يعرفها، هو ان اصلا المجلس الاقليمي لا يحق له تدبير هذا النقل، لانه في 2015 كانت تغييرات، وعلى مستوى المهام ديال كل مجلس منتخب والمجالس العماله والمجالس الاقليميه ممنوع عليها تشرف على النقل. اللي غادي يشرف على النقل اما الجماعه داخل المجال ديال الحضاري، اما مجموعه جماعات كيجتمعوا كيديروا. هذا كان مشكل اخر اللي خلى على ان المجلس الاقليمي ما دارش واحد جوج ديال اللجان، لجنه اقليميه موسعه لتمديد الخطوط ومراقبتها، ولجنه محليه صغيره اللي كانت خاصها تخدم يوميا وتراقب الاختلالات والتجاوزات اللي كاين. وبما ان ديك اللجنه ما كانتش، فبالتالي كانت تجاوزات وكانت اختراقات، لكنه لم يتم رصدها وتحريرها في محاضر رسميه، وبقى العبث ديال ديك الشركه لحد الساعه. وزاد تفاقم لاننا احنا من الان بما ان المؤسسات البيضاء ما دخلناش لها، فكان الحل هو انه التمديد. تخيل على اننا سنمدد اتفاقية غير قانونية ما بين المجلس الإقليمي والشركة، وتمدت على أساس أنه حيت راسلوا هما الوزارة ديال الداخلية وجاوبتهم، قالت لهم على أنهم إلا بغيتوا هي لم تفرض، إلا بغيتوا واضطريتوا غنزيدوا. داروا في التمديد ماشي سنة، أقصاها سنة، على أساس أنه يتم تسريع المسطرة الخاصة بالانضمام إلى المؤسسة ديال البيضاء، سميتها مؤسسة التعاون البيضاء اللي معروفه فيها 18 جماعه ومقاطعه، هي اللي كتدبر النقل على مستوى هذه الجماعات ودايره الاتفاقيه مع شركه الزا. فما وصلناش للحل، وغادي نقول لكم علاش. اولا طلب الانضمام ديال الجماعات 8 كلهم ما كانش موحد، كانت الاولى اللي طلبت كانت المنصوريه، وطلبت في العهد ديال الولايه السابقه،
وبدات تبعت المسطره ومشات فيها بعيد المسطره لدرجه انها قربت على انها تنضم الى هذه المؤسسه، لكن كان كيطلع لنا واحد الخلل اللي زعما حشومه يدار، هو انه هذه المؤسسه ديال البيضاء عند تاسيسها تاسست خارج القانون ديال المقتضيات ديال 113/14، وبالتالي كان خاصها تكون ملائمة لهذاك القانون. فملي تأسست واخا خدمت، ملي كتبغي شي جماعة أخرى تنضم ليها ما كيلقاو هذا المشكل، ما كيدارش، وبالتالي الانضمام كيكون محبوس على مستوى الوزارة واخا يتصيب هنا، لأن كاينة واحد الثغرة في القانون وبين على انه تم احداث المؤسسه البيضاء خارج القانون ديال المقتضيات اللي كيهم ديال الجماعات. فالان وهذا هو الجديد، هو انه تم مراسله المكتب ديال المؤسسه، راسل الجماعات المنضويه تحته على اساس انها تقوم بالدراسه والمصادقه على الملائمه ديال هذه المؤسسه مع مقتضيات القانون 113/14. فكنظن المحمدي راه هذه يومين راهم صادقوا، وكنظن وقيله حتى باقي الجماعات، كنظن وقيله كانوا خاصين غير شي 3 ولا 4، كنظن على انهم صادقوا في اكتوبر. الساكنه ما تسناش سنه، نقدروا نتسناو في هذا الافق قل من سنه. احنا ما كرهناش واحد شهرين ولا 3، يعني انه اذا كان فعلا جميع الجماعات ب 18 صادقوا في الدوره ديال اكتوبر على هذا على الملائمه ديال المؤسسه مع المقتضيات القانون، ما كيبقى لنا الا، انا نقول لك المسطره، كيبقى الا انهم يصادقوا لنا على انهم قابلين الجماعات ب 8 يدخلوا. راه كاين جماعه، كاينه المنصوريه، وكاينه بن سليمان، وكاينه بوزنيقه، وكاينه الشراط، وكاينه الفضالات، وكاينه ولادي، كاينه مولي الواد، وكاينه الطوالع، وكاينه جماعه اخرى كنظن الفضالات، المهم كاين شي 8. هاد الجماعات وعين تيزغه، هاد الجماعات كلهم راهم راسلوا حطوا الطلبات. خص العمده البيضاء اللي هي رئيسه المؤسسه ديال البيضاء خصها تشوف مع المجلس الاداري وتسرع العمليه ديال انه في الدورات اللي جايه، لان دابا مشات دوره اكتوبر، الا ما كانوش باقي ما صادقوش على طلبات الانضمام راه غيتسناو دوره اخرى، او اللي يشوفوا معاهم باش يديروا دورات استثنائيه ويصادقوا لنا، يصادقوا هذوك الجماعات ب 18، يصادقوا لنا على دخول الجماعات 8 للمؤسسه. ملي غادي يصادقوا غادي يرجع الملف للمجلس الاداري، ومن بعد غادي نشوفوا كل جماعه شحال غادا تعطي، شحال غادا تعطي نصيبها سنويا. وكتراسل الجماعات ديال بن سليمان غتقول لي كل جماعه غتقول لها شحال غادا تعطي، خاصها حتى هي تصادق عليها في دوره، وعاد ترد بانها قابله، وعاد غادي يشدوا هما الملف كمؤسسه وغادي يدفعوا للولايه باش يمشي لقسم الجماعات المحليه في الوزاره باش يكون عنده رسميا العمل فيه. حنا خدينا، حنا في العماله راه خداو مبادره جميله، هو انهم كانوا عيطوا على الشركه ديال الزا وجلسوا مع المسؤولين ديالها. يعني بحال الا قلتي عيطنا على الشركه باش نقولوا لها كاع ما تخافي، راكي جايه لعندنا ماشي جايه ما غاداش تفلسي، راكي جايه باش تربحي. ها شحال عندنا تقريبا حوالي 5000 طالب اللي كتمشي من الاقليم المحمديه، عندنا يعني واحد تقريبا 20000 ولا هذا اللي كتحرك في الخطوط الخمسه اللي كاينه ديال الاقليم. التنقل ما بين الاقليم سليمان ومحمديه. كاين التنقل، انا نقول كاين الخطوط اللي كاينه، كاين خط ما بين بن سليمان المحمديه، وكاين خطين من بوزنيقه المحمديه، واحد عن الطريق الوطنيه رقم 1، وواحد على الطريق الساحليه، وهذاك ديال الطريق الوطنيه راه سمعت باللي راهم حابسينه. وكاين الخط ما بين بن سليمان وبوزنيقه، وكاين الخط من الشراط لبوزنيقه. فكاين مشكل في هذاك الخط اللي عندنا من بوزنيقه لبن سليمان. المفروض في دفتر التحملات على انه ما يوصلش لبن سليمان، كيوصل للسجن. والسجن راه على بعد بن سليمان بحوالي تقريبا شي 2 ولا 3 ديال الكيلومتر ولا 4، فهو ما كيوصلش تما، يلاه كيوصل لحي الفلين، اذا ها هو ديجا هنا. وكاين مشكل اخر ديال التنقل بالحافلات، هو ان كاين البعض مثلا كيكون جاي راكب من بن سليمان من بوزنيقه، جاي مثلا لدار الطليب، جاي لهذا العسكر هنا، جاي لحي الفلين، جاي لبوشويطينه، جاي فإلا جاي في الليل حتى كيقول له الشيفور، كيقول له راه غنوقفوا غير هنا، ما كيكملش مع الخط، وبالتالي كيخليهم تما كاينه مشردين، وكاين بعض مرات النساء. فهذا هو الملف كامل. الا تسرعت المسطره ديال الانضمام ديال 8، احنا كنتمناو على انه مطلع السنه الجايه نكونوا فعلا دخلنا مع المؤسسه البيضاء،
ولينا كنستافدوا من الشركه ديال ألز. هذا هو يعني هذه عطيتك انا اون غرو باش تعرف، وكنتمنوا على ان السلطات الاقليميه تتحرك، لان كاينه واحد مساله اخرى اللي ما كيتناقش حتى على مستوى البرلمان ملي كانوا ترفعوا شي اسئله. يتم الحديث عن حافلات النقل الحضري، هادشي باش مسمينهم هما ماشي حافلات النقل الحضري، حينما يتعلق الامر بالربط بين اقليمين. انت كتخرج عندك حافله من بن سليمان ولا من مدينه المنصوريه ولا من مدينه بوزنيقه وكتمشي للمحمديه، هي خرجت من الجماعه وخرجت من اقليم ودخلت لاقليم اخر، وبالتالي المفروض على انه يسري عليها ما يسري على الكيران الحافلات الطرقيه. وبالتالي اذا هنا الا خرجت انا حافله من عندي من هنا وغدا المحمديه، فضروري في المحمديه خص تكون عندي محطه في المحمديه، ماشي يحطوني في الاخر، فهمتيني؟ لان هذا هو الاشكال اللي كان عندنا احنا في الاقليم مع المحمديه، واللي ولات المحمديه بحال الشكل ديال المغرب والجزائر ديك جوج بغال. انا وليت شخصيا وليت كنقول لهم انا غادي ندخل لدوله المحمديه، ولات دوله اخرى، لعلما اننا في نفس الجهه في نفس كذا، وبالتالي هذا هو الاشكال. كنتمنى على ان السلطات الاقليميه والسلطات الولائيه والمنتخبين يسارعوا، لانه هناك جحيم كيعيشوه الطلبه وكيعيشوه التلامذ وكيعيشوه حتى المرضى، لان احنا كتعرف على ان كاين ضعيف عندنا المستشفى، الغالب كيتحركوا باش يتعالجوا، الغالب كيمشيو حتى يقضيوا شغلهم، حتى المدينه ليست فيها استثمارات. غنقولوا ان الناس ساكنه وخدامه هنا، الاكثريه ساكن هنا وخدام في جهه اخرى، او الاكثريه جا عندنا فقط لانه يحب المناخ ديالنا والجوده، وعلى انه مريض ولا بالحساسيه كيجي هنا وخدام في بلاصه اخرى. اذا يجب توفير النقل ويكون النقل مريح وكافي.